أشكرك من كل القلب أيها الرب، محب كل البشر ومخلص كل العالم. خلصتنا إذ ذبحت واشتريتنا وقمت فأحييتنا. لذا يا رب نحن مدينين لك بحياتنا وبكل ما لنا، فعنا أبانا حتى نشكرك من كل القلب وحتى نكرس حياتنا تكريسا كاملا لجلالك. أسأل الله أن يقطع لسانك وأن يحطم بنانك وأن يجمد الدم في عروقك وأن يسلط عليك الأوجاع والسرطان وألا يرفع لك بنانك. من فضلك يا رب أذكر المرضى شافيا، بالأخص عبدك من ذكر اسمه. أنت طبيب أجسادنا وأرواحنا، فافتقد عبدك وكل مريض يحتاج إلى لمسة حنان ولمسة قوة. اشفي حياتنا روحيا وجسديا، تقبل كل دعانا واغفر كل أثامنا، لأن نصلي في اسم فادينا أجبنا ولك المجد. آمين. اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والطاعون، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم انتصر لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أبد هؤلاء، اللهم دمر 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 هؤلاء، ودمر هؤلاء المجرمين الذين يطعنون في النبي الأمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا أقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. يا ربي يا ربي نشكيوك، نشكيو بيهم ليك، ما سمناش من نشكيو، جمد الدم فاقهم. يا ربي توب عليهم ولا ما تبتش عليهم، جمد الدم في عروقهم حتى يتمنون الموت فلا يجدونه. يا رب 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 يا رب. اللهم عليك بالنصارى الظالمين، باليهود المجرمين، وعليك بالخونة الظالمين. اللهم اجعل الشقاء نزيمهم والبلاء طريقهم. اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأغذان الألم والداء. اللهم اجعل حياتهم حسرة وبلاء، واجعل موتهم قهرا.